أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: عندما صليت العصر وجدت في طرف إصبعي علك لبان قدر رأس المسمار، فنزعتها وقد التصقت في الجلد بقوة، فلا أدري أهل بلغ الماء هذا الموضع أم لا، هل صلاتي صحيحة؟ إذا كنت تعلم أن هذا العلك التصق برجلك قبل الوضوء فلا بد من إزالة العلك وإعادة الوضوء وإعادة الصلاة، لأن ما تحت هذا العلك لم يصله الماء لأنه حائل. أما إذا كنت ما تدري هل التصق بك بعد الوضوء أو قبل الوضوء فإن صلاتك صحيحة، لكن تزيله للمستقبل. نعم.